هذا البرنامج برعاية ديوان الوقف السني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحوار جديد في عمق المألوف، حيث نطرح موضوعات قد تبدو مألوفة أو قد نكون سمعنا عنها فيما مضى، ولكن حوارنا فيها مع المختصين ومع من يهتمون بها يزيدها وضوحا ويزيدنا لها فهما. فابقوا معنا. أستضيف هذا اليوم أيها الكرام ضيفا ولد عام 1936 بمحلة المصلى بكركوك، وذلك في العراق، وهو من أسرة محبة للعلم والعلماء والكتب. ترعرع في كنف الأستاذ العلامة اللغوي والتاريخي قاسم بيك بن مصطفى بيك الصالحي، أول مدرس للغة العربية في ثانوية كركوك عند تأسيسها في عقد العشرينيات ولغاية الخمسينيات من القرن العشرين، حيث تخرج من بين يديه معظم مثقفي محافظة كركوك، والذي ظل مرجعا لألوف من طلاب العلم والمعرفة باللغتين العربية والتركية. أكمل ضيفنا دراسته الابتدائية والثانوية في كركوك، والتحق إلى كلية التربية ببغداد وتخرج فيها سنة 1957. وطيلة هذه الفترة كان يجتمع مع الشيخ أمجد الزهاوي ومحمد محمود الصواف ونجم الدين الواعظ في مجالس علمية. أحيل على التقاعد بعد أن أمضى 27 عاما في التدريس، ترأس مؤسسة الأماني الإسلامية في محافظة كركوك سنة 1961، سافر إلى إسطنبول بتركيا سنة 1992. ضيفنا أيها الكرام هو العلامة الشيخ إحسان قاسم الصالحي، مترجم وسفير رسائل النور، مدير مركز بحوث رسائل النور في إسطنبول. أهلا وسهلا بكم أستاذ إحسان قاسم الصالحي. مرحبا، أهلا وسهلا. أنا إحسان قاسم الصالحي، لا علامة ولا شيخ. حياك الله. حياك الله، واجبك علينا. أنت شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات حول رسائل النور التي سوف نتحدث عنها الحقيقة في هذا الحوار، وكان ذلك داخل تركيا وخارجها. ذهبت إلى مصر، المغرب، الجزائر، الأردن، سوريا، اليمن، استراليا، الفلبين، ماليزيا الشارقة، إلى المشارق والمغارب. تتحدث للناس عن رسائل النور، حتى لقبت وعرفت بأنك سفير رسائل النور، فأنت مترجمها إلى العربية. هل يعجبك هذا الوصف؟ لا، لا يعجبك هذا الوصف، لأن سفير يعني هذا اصطلاح جديد لا يليق به. أنا ما قمت بهذا العمل، وإنما كل ما في الأمر أنا ترجمت، يعني فضل الله سبحانه وتعالى علي أنه قمت بترجمة، هذا صحيح. لكن أما أنه سفير لهذا، يعني إطلاق أنا لا أستسيغه، يعني على كل شخصيا لا أساس. على كل، هناك الكثيرون ممن استساغ ذلك، وهذا تواضع منك أن حقيقة أن تقول بأن إنجازك كان أقل من ذلك. يكفيك أنك ترجمت هذه الرسائل، الحمد لله، ترجمتها إلى العربية. نعم، وفتحت مجالا لكل العربي أن يطلعوا عليها. هذا فضل من الله. نعم. ما الذي جعلك تعمل هذا العمل الشاق وهو مترجم، وهو ترجمة 9 مجلدات من التركية إلى العربية؟ ما الذي دفعك لأن تقتحم هذه المهمة الصعبة؟ هذا السؤال كثيرا ما أجابه به، يعني في كثير من المؤتمرات، وأول مرة كان في المغرب في دار البيضاء 2003 في المدرج الجامعة. أحدهم سأل يعني لماذا، ما الذي دفعك إلى هذا؟ في الحقيقة الذي دفعني إلى ترجمة أو إلى دراسة رسائل النور أخلاق طلاب النور. أخلاق طلاب النور؟ نعم. أنا أتيت إلى إسطنبول أو إلى تركيا مع عائلتي ومع السيارة خاصة لنا، ومحافظة محافظة أو قرية قرية كسائح. لكن عندما التقيت طلاب النور رأيتهم حقيقة الإيمان حي عندهم، علما أن القرآن الكريم كثير منهم لا يمكنهم أن يقرأوا القرآن الكريم قراءة جيدة،
أنا أعرف أحسن منهم، حديث أحسن منهم، أصول فقه أحسن منهم، لكن من أين لهم هذا الأخلاق الراقية وهذا الإيمان الحي؟ يكاد الإنسان يلمس هذا الإيمان، يلمس لمس اليد هذا الإيمان. أثار خشوعك هذا نعم الإيمان؟ أثار، يعني حقيقة أثار، فأخذت كل رسائل النور، كل ما موجود الصغيرة والكبيرة، كل المطبعات، واخذتها إلى العراق. عندما قرأت، بدأت بقراءة طبعا بالتركية وأنا أعرف التركية، عندما قرأت حقيقة انبهرت، هذا الكلام لم أسمعه قبل، علما أني أنا قرأت في ظلال القرآن أكثر من 20 سنة، لي النهار كنت أنا أقرأ عاشق لظلال. الآن أتي هنا وأرى شيء غريب جدا، وفي كركوك المعروف، في كركوك موجود تركمان، موجود أكراد، موجود عرب، وأصدقائي وأحبائي كلهم من هذا النوع، فكلما يأتون إلي في البيت كنت أقرأ لهم بالتركي وترجم، لا أجيد التركي الكردية، فلهذا حتى الأكراد كنت أترجم لهم بالعربية، وللعرب طبعا بالعربية، وللتركمان بالتركمان واضح. فقالوا أنهم طالما أنت تترجم شفاها لنا ترجمها كتابة، فأنا كنت يعني لأنه لم أزاول الترجمة، ترجمة حرفة، حرفة خاصة، هذا لم أنا لم أزاول، ما أتمكن. لكن إصرار الأخوة وانبهارهم هم أيضا، لأن هذا كلام عن معرفة الله ومحبة الله ومحبة الرسول والملائكة والآخرة، هذا أمور نحن كنا نعرفها من الكتب الأخرى والتفاسير بصورة نظرية، لكن أن هذه تدخل إلى أعماق القلب وتتفاعل معها وتعيش معها، هذا أمر آخر، ما كنا هكذا. رسائل النور هي مجموعة من المجلدات كتبها بديع الزمان سعيد النورسي. من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل هو في الحقيقة من شرقي تركيا، في منطقة قرية اسمها نوس، والنورسي اللقب هذا من القرية نفسها نوس نسبة لها. نعم، رجل الله سبحانه وتعالى يعني على عينه بقدر من الله سبحانه وتعالى، تربى منذ الطفولة على اللقمة الحلال، هذا أهم نقطة، يعني النقطة الأساسية في سعيد النورسي هو هذا. أنت تعلم أنني سأسألك عن سر البركة في هذا الرجل، نعم، من أجل ذلك قدمت بهذه الصفة. نعم، اللقمة الحلال، لقمة الحلال، نعم، هذا كلام مهم ينبغي، نعم، أن يستمع له الناس. نعم، والدته تقول أن ما أرضعت سعيد إلا وأنا على طور. يا سلام. ووالده كان له مزرعة ومواشي، فكان يأتي من المزرعة المواشي إلى البيت بالقرية ويكمم أفواه الحيوانات، يكمم. لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يأكلون من عشب الآخرين. يا الله، هذا تحري الحلال. تحري الحلال عجيب. فالنورسي سعيد النورسي تربى في هذا البيت، ولهذا جميع طاقاته تفجرت، فذكاء خارق وحافظة خارقة وطهر وطهارة في خلاياه، حسي كل ومعنوي، كلها إشعة، كلها طبعا نور. الأم عندما ترضع سعيد النورسي وهي متوضئة، والأب الذي يكمم أفواه حيواناته حتى لا تأكل، نعم، في عودتها من بساتين الآخرين، هذا ينبثق عن إيمان عميق عند الأم وعند الأب، نعم، من هذه العائلة، نعم. وعندما أتى طبعا عندما كبر صار عمره 6 سنوات 7 سنوات، نعم، يروح للكتاتيب الموجودة عند العلماء في القرى، ما كان يشبع يعني من العلوم الموجودة، لأنه كان يلتهم العلوم، مجرد ما ينظر للكتاب ويقرأ مرة واحدة يحفظ، موهوب موهوب. فلهذا يبقى في عند هذا في القرية أسبوع، يبقى عند هذا أسبوعين، يبقى عند هذا شهر، كل الكتب. فهو يقول أنا حفظت 80 إلى 90 كتاب من أمهات الكتب، يعني بالعربية؟ بالعربية، نعم بالعربية، ولكن لغته الأصلية تركية، كردية، 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 نعم.
يعني إذا هو تعلم اللغة العربية كصنف من العلوم بالمدرسة بالمدرسة نعم ومن أجل العلم نعم ومن أجل العلم نعم. وحتى تعلم اللغة التركية بعد ذلك إذا لغته الأصلية كردية كردية نعم وتعلم كردية. العربية ثم التركية نعم نعم وربما في 3 أشهر فقط في منطقة دو بايزيد يعني قرية قريبة إلى إيران يعني في حدود شرق تركيا بقي عند أستاذ اسمه الشيخ تلال 3 أشهر لم يتجاوز هكذا هو عندما يمكث عند الشيخ لا يغادره حتى يتخرج من عنده يأخذ معظم علمه في أسبوع يأخذ كله وعندما يرجع إلى البيت كان أخوه الأكبر عبد الله كان يقول ماذا قرأت يقول قرأت 80 كتاب أنت مجنون لا امتحن ويمتحن وهو ناجح إذا هو فلتة من فلتات الزمن فلتة هو بديع الزمن بديع فعلا الزمن. بديع الزمن ثم نعم. في يوم من الأيام عندما التقى مع واحد من مدرسي الجغرافيا ظهر له أنه لا يعرف الجغرافيا فأخذ كتاب الجغرافيا وحفظه وجلس مع أستاذ في الكيمياء وحفظ الكيمياء إذا اهتمامه لم يكن بالعلم الشرعي لا علوم ثم العلوم الحديثة حتى العلوم التطبيقية والتجريبية نعم. وحتى ألف في الرياضيات ألف في الرياضيات نعم. إذا هو عبقري لا شك هذا لا هذا يعني على قدر نعم. رب العالمين عندما يأخذ إنسان يربيه بهكذا يعني هو الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يهيئ له أسبابه نعم. وهكذا نعم. فتهيئ لأسباب هذا الرجل حتى ثم إضافة للعلم وللطهر وللنقاء القلبي والصفاء الديني وهذا كان عنده عزة عزة المسلم يعني الحقيقة الذي ينظر إلى صور النورسي صوره ويعني هذا يعني ربما للإخوة المشاهدين بإمكانهم أن يفتحوا على المواقع المختلفة في الإنترنت ويتابعوا رسائل النور ويقرأوا عن النورسي بديع الزمان النورسي تظهر هذه العزة في ملامح وجهه في حدة نظرته وفي استعلائه وفي وقفته نعم إذن كان عنده أنفة خاصة أستاذ في الجزائر اسمه أستاذ سليمان عشراتي ألف كتابا في هذا في سعيد النورسي ماخذ من الصورة من الصورة سيمياء الشكل والتصميم نعم من صورتي ومن حياتي ألف كتاب وهذا علم السيمياء هذا يعني علمي هذا نعم. علم خاص نعم وبالفعل قسمات وجه النورسي حتى لمن لا يعرف علم السيمياء يستطيع أن يستشف أنها شخصية قوية شخصية حادة شخصية خاصة جدا ملامح القوة كلها نعم فيها نعم نعم بديع الزمان النورسي كتب رسائل النور في أي مرحلة من عمره هل يعني عاش وقرر من حياة استرخاء هكذا أن يكتب رسائل النور لا 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 هو كأي عالم يتخرج من العلوم بعد ما يكمل الدروس الفقه وعلم الكلام والنحو والصرف إلى آخره نعم. كأي عالم آخر فكان يسمي نفسه أنه أنا في مرحلة سعيد القديم سعيد القديم أي سعيد القديم خاض العلوم كلها حفظها العلوم الشرعية والعلوم الصرفة وخاض لمشاكل المجتمع أيضا وخاض بالسياسة ودخل في الأمور حتى فكر في إنشاء جامعة سماها مدرسة الزهراء هذه الجامعة طبعا في ذلك الوقت يعتبر كلام غريب يريد ينشئ جامعة تدمج فيها العلوم العصرية والعلوم الشرعية معا هذا تفكير متقدم متقدم جدا نعم. فلهذا قدم هذا المشروع إلى سلطان عبد الحميد في أواخر عهده ربما نعم وحواشي سلطان عبد الحميد قالوا هذا مجنون لما ممكن واحد كيف يكون هذا فأخذوه إلى إلى مستشفى الجنون لهذه الدرجة نعم أخذوه إلى مستشفى المجانين مستشفى المجانين الطبيب عندما فحص وعندما سأل أسئلة وعرف قال إذا كان هذا مجنون فمعنى ذلك ليس هناك عاقل في العالم إذن من شدة عبقريته ومن تقدم طرحه الذي طرحه
لم يفهمه الناس. نعم لم يفهمه الناس. على الأقل المتنفذون. نعم. يعني ثم ظل في إسطنبول وكتب على باب غرفته، كان في منطقة فاتح خان الشكلزي إلى الآن الموجود المكان، كتب باب لا نسأل، يعني هو لا يسأل أحد، كل سؤال له جوابه، هنا اسأل ما شئت. فهذا كلام ما يقوله إلا، كانوا يقولون هذا مجنون، ما ممكن كل سؤال نجد. بدأوا يدخلون إلى بطون الكتب يستخرجون الأسئلة الصعبة جدا حتى يجيب عليها النورسي، يأتون للنورسي وكأنه هو قرأ معهم فكانوا يجيب نفس الجواب. فلهذا اشتهر. نعم. اشتهر. نعم. ثم بعد ذلك هل بقي يعني في صومعة العلم وفي أم إنه خاض الحياة الفعلية القاسية واشترك في الدفاع عن أمته؟ نعم. ونحن نعلم أنها مرحلة حروب. في هذا طالما مشروع مدرسة الزهراء. نعم. سلطان عبد الحميد صار هكذا، ثم بعد خلع سلطان عبد الحميد أتى سلطان رشاد. سلطان رشاد أخذه إلى الرملي إلى سياحة في المنطقة العثمانية في أوروبا يسمى الرملي، يعني الآن موجود بلغاريا رومانيا وتشيكوسلوفاكيا واليوغوسلافيا، كل هذه المنطقة يسمى الرملي. فساح راح معه وهناك تمنى أن يأخذ المال الذي يمكن أن يؤسس هذه المدرسة، ووضع الحجر الأساس للجامعة. إذن هو مصلح من الطراز الأول. طبعا. نعم. نعم. ثم طبعا صارت الحرب العالمية، عندما صارت الحرب العالمية وهو في قريب للروس، لأن روسيا قريبة. نعم. إلى تركيا. نعم. شرق تركيا، فأخذ طلابه وبدأوا يدافع عن مدينة وان ومنطقة يقاتلون يقاتله. إذا دخل في الحرب. في الحرب. لم يكن لم يقل أنا من أهل العلم وليس لي دخل بالقتال. الغريب أنه في أثناء الحرب. نعم. وهو على صهوة الفرس الموجود عنده وبذا السلاح كان يملي تفسير بالعربية، كان يراجع العلم من ذاكرته ويملي، وأحد طلاب اسمه ملا حبيب كان يكتب. والآن هذا التفسير اسمه إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز. هذا التفسير تفسير غريب جدا، وأخذوا كثير من الطلبة دراسات عليا ودكتوراه على هذا التفسير، لأن هذا التفسير ينبني على نظرية النظم الموجود عند الجرجاني وسكاك. نعم. نظرية النظم عبارة عن معرفة علاقة الآية بالآية التي قبلها والآية التي بعدها وهكذا. نعم. والكلمة التي والكلمة والجملة وهكذا. نعم. والحرف وهكذا. نعم. الجرجاني وكذلك زمخشري وبدأ به الجاحظ عملوا هذا كأمثلة. الأستاذ النورسي أخذ للقرآن كله، هذا شيء عجيب، فأخذ من الفاتحة، لكن ما أنتد صار أسير وأخذ إلى سيبيريا وبقي هناك سنتين ونصف تقريبا. تم أسره. نعم. قبل الجيش. نعم. المعادي. نعم. ثم بعد ذلك تمكن من العودة. نعم. إلى تركيا. تمكن، صار الثورة البلشفية الشيوعية. نعم. صار فوضى، فهو تمكن من الهرب من الأسر. نعم. أتى إلى إسطنبول، والدولة العثمانية خصصت له دار الحكمة الإسلامية، يعني هيئة كبار العلماء. نعم. فهو صار عضو في كبار العلماء. نعم. نعم. وبقي هناك في كبار العلماء، وألف في عندما كان في هذا في إسطنبول ألف كثير من الرسائل الصغيرة حول القرآن بالعربية أيضا. ولكن هل بقيت حياته في، يعني هل بقي مقدرا ومحترما في لدى السلطة التركية؟ نعم نعم نعم. بقي كذلك. الدولة العثمانية حتى إشارات الإعجاز هذا الكتاب. والورق ثمن الورق أنور باشا هو الذي دفع ثمن الورق لطبع هذا الكتاب. هذا يعني في زمن الخلافة. نعم. العثمانية. ولكن بعد أن سقطت. ثم بعد أن دخل الاحتلال، صار الإنجليز دخلوا إسطنبول احتلوا، الفرنسيين دخلوا أضنا وكذا، واليونانيين دخلوا والروس دخلوا، فمن جميع الجوانب صار تركيا محتلة. نعم. فهو سرا ألف كتاب خطوات ستة. خطوات ستة. نعم. يقصد بها إيش؟ الحرب النفسية الذي كان الإنجليز يشيعون نوع من الإشاعات عند الناس، فهو كان يرد على هذه.
بهذا، يعني يحمس الناس ضد الإنجليز. إذن هو كان متفاعلا من الطراز الأول مع كل قضايا عصره ومجتمعه. ما الذي جعل يعني المتنفذون يودعوه السجن والمنفى؟ نعم، عندما صار بهذا الشكل فهو كان يأمل أن يمكن انتشال الدولة العثمانية من ورطتها يعني. لكن عندما صار سقطت الدولة العثمانية بهذا الحرب تكالب العالم على ذلك. نعم، ثم أتى مصطفى كمال والقواد الذي معه وأسسوا البرلمان، دعوه مرتين تعال لإسطنبول، فهو أتى قال له يمكن، رأى أن البرلمان لا يصلوا، الله صلاة لا يصلوا، كيف يكونون هذا؟ إذا الحد الأدنى غير موجود. هذا فعندما تكلم على الصلاة مصطفى كمال امتعض من هذا الكلام، قال نحن أتينا بك مصطفى كمال أتاتورك. نعم، يعني قال أتينا بك إلى هنا حتى نستفيد من آرائك، أنت أوجدت الخلاف بيننا، ويصلي ما يصلي. قال باشا الذي لا يصلي خائن والخائن مردود شهادة. إذا رسالته في الحياة كانت متناقضة تماما مع رسالة أتاتورك. طبعا هو بعد ذلك يريد أن يعلم تركيا، وبعد ذلك بعد ذلك ترك أنقرة، يأس منهم. نعم، وقال أنه هذا لا يمكن العمل مع هؤلاء السادة قطعا، وبدأ ينزوي في وان، وبعد سنة أكثر من سنة سنتين أخذوه نفيا من وان، هو ما عمل شيء منزوي، مارس علمه وتعليمه وهذا، وأخذوه من شرق تركيا إلى غرب تركيا. منفى في جزيرة؟ في غرب تركيا في قرية اسمها بارلا. نعم، هذا بارلا قرية صغيرة جدا موجودة على جبل، وتحت القرية موجود بحيرة. نعم، ولا يمكن المرور إليها، يعني ليس على وطوق. فأخذوا هناك، وطبعا بالقارب أتى. ثم هل كان يسمح للناس بالذهاب إليه؟ لا، ولا أحد، لا أحد يتكلم معه، لا أحد يتقرب إليه. إذن هو سجن لكن هو قالوا أنه هذا كبير وانتهي كافي. لا يريدون أن يقتلوه فيثيروا الناس ضدهم، فعملوا على نفيه. الله أعلم، والله وضع عصمه. لكن في يوم من الأيام هو كان يخرج وحده ومعه القرآن أو بعضه، يطلع إلى قمة الجبل وينزل مرات، ويبقى مرات أسابيع في قمة الجبل وحده. في يوم من الأيام وإذا هو ينزل صار مطر غزير جدا في تركيا، تعرفين أنه يكون هناك بالصيف أيضا. فالشباب واقفين أمام النبع تحت البيت الذي هو موجود به، فينظروا إلى هذا الرجل الكبير بالعمر و ملابسه جبة مبللة وطين وهذا وبيد القرآن، يعني قالوا والله مهما كان. بدأ واحد منهم اسمه سليمان بدأ يساعد يأخذ الحذاء منه وإلى آخره، أدخله إلى الغرفة وأوقد له الموقد. لكن في هذه الأثناء سمع كلام عجيب إيماني، هذا الشاب ما سامع منذ مدة كلام إيماني، يعني أخذ بقلبه، فاستشار قال ممكن أن أزوره خفية بعض الأحيان. نعم، فبدأ الشاب هذا خفية يأتي إليه، وهو يلقي بعض الكلمات من هذا وهو يستنسخ. الحروف العربية كانت ممنوعة، القرآن ممنوع، والأذان بالعربية ممنوع. هذه كلها مظاهر لعلمنة المكان. العلمنة ليس علمنة في الحقيقة، وإنما يعني دين ضد الدين. نعم، العلمنة هي عبارة عن الدين مفصول عن الحياة، ولكن هذا قمع للدين. نعم، للدين. هذا شيء آخر. نعم، وهكذا استمرت بكتابة الرسائل، كلمات الذي هو كان يملي، هذا الشخص يكتب، صاروا شخصين، صاروا ثلاثة، صاروا أربعة، هو يتكلم وهم يكتبون. نعم. نعم، عند هذه النقطة المفصلية من حياة بديع الزمان النورسي، وعند هذه اللحظة التي بدأت
بدأت المشاعر الإيمانية تتأجج في نفوس وصدور الشباب من حوله. نقف بعد إذنكم أستاذ إحسان. أيها الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية ديوان الوقف السني. أهلا وسهلا أيها الكرام بكم من جديد، وضيفنا هو العلامة إحسان قاسم الصالحي، مترجم وسفير رسائل النور، وموضوعنا هو عن رسائل النور التي أبدعها بديع الزمان سعيد النورسي. إذن بديع الزمان النورسي وجد الطريقة الأمثل لظرفه كفرد ولظرف الأمة التركية على الأقل، وبدأ بإملاء رسائل النور على التلاميذ. ما هي رسائل النور؟ عبارة عن ماذا؟ ما الذي كان يقوله؟ نعم. والرجل شخص الأمة، عرف أن الأمة وصلت إلى الحضيض من الإيمان، لأن الكفر لم يهجم فقط على النخبة وإنما على العامة أيضا، فالجرائد والمجلات والصحف والمدارس كلها أصبحت تنشر الإلحاد. فهو رفع شعار إنقاذ الإيمان، إنقاذ الإيمان من الناس، لأن الناس كلهم سيذهبون إلى جهنم يا ساتر بهذه الطريقة. فبدأ يملي الإيمانيات، وخاصة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالملائكة وهكذا، لكن ليس بطريقة علم الكلام الموجود معروف، وليس بطريقة الصوفية المعروفة عندنا، وإنما يقول أنا جمعت بين العقل والقلب معا. عندنا علم الكلام عقل، وعندنا التصوف إيش؟ قلب. القلب. فهو جمع علم الكلام والتصوف في ممزوجة بعض مع بعض، ولهذا يقول سلكت طريقا غير مسلوك. سلكت طريقا غير مسلوك، مزج عناصر لم تمزج من قبل، فأنتجت هذا المنتج. نعم. الحي النابض. ولهذا الآن الإنسان عندما يقرأ رسائل النور، الله هذا كله عقلي، وفي نفس الوقت لا قلبي لا عقلي لا قلبي، موجود القلب والعقل. نعم. يشتركان في الاستمتاع وفي التذوق. نعم. والاستفادة. نعم. فاهتم لهذا قضية الإيمان، الإيمان بالله والتوحيد. إذن هذا المعمل البشري العبقري الذي جمع وحوى كل تلك العلوم الشرعية والتجريبية التطبيقية، ثم أفرغ ذلك كله في محتوى بعد أن تفاعل مع القرآن الكريم. نعم. وهو يقول أنه ليس عندي أي مصدر إلا القرآن الكريم، لم يحل كلامه إلى أي عالم من العلماء ولا إلى أي كتاب، وإنما إلى القرآن الكريم فقط. وكان ما كان يعني يعني يأخذ آية ثم يفسر الآية، لا، في أي وقت الآية روحانيا قلبيا عقليا هو يستجيش مع هذه الآية، يصير في حالة جيشان روحي، كان يملي، وإلا في الأمور الاعتيادية ما كان يملي. مثلا في يوم من الأيام، بعد تعرفين بالشتاء يكون قارس في تركيا، والأشجار كل الأوراق تساقط، تكون الأشجار كأنها هيكل عظمي ما بيعش. فهو في يوم من أيام الربيع نزل من الجبل على البحيرة التي موجودة، والأشجار كلها لابسة ملابس سندسية خضراء، فقال تفكر رأسا بالآية الكريمة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. استلهم من هذه الآية 40 مرة، يجوب في حافة البحيرة هذه ويصرخ ويقرأ هذه الآية، رجع وكأن الفكرة تنولد. رأسا رجع إلى الغرفة، وأحد طلابه موجود، اكتب يا أخي، فكتب رسالة الحشر، يعني البعث بعد الموت، بأدلة عقلية روحية قلبية عجيبة جدا. هذه الرسالة عجيبة جدا.
يعني هذا الكلام مشوق جدا. نعم. شوقتني أن بالفعل أقتني هذه الرسائل إن شاء الله. وأن أقرأها إن شاء الله. بتمعن يتناسب مع ذلك الانفعال العقلي والنفسي والقلبي. نعم. الذي كتبت به أصلا. نعم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ إحسان، هل هذه الرسائل يعني بالإمكان أن تنظم لنا الحياة وتصريفات الحياة، أم إنها بقيت في منطقة التجليات الروحية؟ لا، الرسائل يعني أنا تجربتي. نعم. تنظم ليس الحياة العملية، حياة الإنسان وفكر الإنسان وروح الإنسان، بل الحياة الزوجية، حياة العائلية، تناول كل هذا؟ كل هذا موجود، كلها تنتظم، كل هذا تنتظم، لأن روح الإنسان تنتظم. نعم. أم إنه تناولها مباشرة؟ تناولها مباشرة. نعم. كيف نعامل الزوجة؟ كيف نعامل له أولاد؟ كيف نتعامل مع المجتمع؟ كيف نتعامل مع العدو؟ مع الأمن، مع الشرطة، مع الدولة، مع إلى حتى مع الكفار، حتى مع أهل الكتاب، حتى مع أي شيء يخطر بالبال الإنسان موجود في رسائلهم، أي شيء. نعم. أنا سأسألك عن التعامل مع الزوجة، وسأسألك هل كان قد تزوج بديع الزمان؟ سأسألك عن هذا السؤال، ولكن لا. معي اتصال مع حضرة الدكتور إسحاق أوزجيل، أستاذ التفسير في جامعة سليمان ديمريل في إسبرطة. أهلا وسهلا دكتور إسحاق. أهلا بك. كيف حالك دكتور إسحاق؟ الحمد لله بخير، كيف أنت؟ حياك الله دكتور إسحاق. أسأل حضرتك عن التفسير في رسائل. نعم. النور، رسائل النور هي عبارة عن انبثاق عقلي وقلبي لتفاعل بديع الزمان سعيد النورسي مع القرآن الكريم، فهل نستطيع أن نسمي هذه الرسائل بأنها جهد تفسيري؟ نعم نعم، بشكل كامل نحن نستطيع أن نصف كتب سعيد النورسي أنها تفسير القرآن الكريم. نعم. لكن منهج وأسلوب مختلف. نحن تعودنا على أن يكون كتب في التفسير أن يفسر آيات القرآنية من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. نعم. لكن أستاذ بديع الزمان سعيد النورسي اختار بعض الآيات عن قصد، وهو يعتبر بأن وقتنا عصرنا عصر العلم، ويحتاج أن الإنسان وخاصة المؤمنين لآيات ما خاصة، ولذلك اختار بعض الآيات يتعلق بالإيمان خاصة، وهو يفسر هذه الآيات كمواضع التي عينها بديع الزمان سعيد النورسي كموضوع أساسية، وهي التوحيد والحشر والعدالة والنبوة. اختار بديع الزمان سعيد النورسي تقريبا 620 آية. نعم. ذكر 620 آية وفسرها مباشرة، لكن هو عطف في نفس الوقت في كتبه في رسائل النور على آلاف من الآيات القرآن معنى واقتباسا. هذا هو جعله بديع الزمان سعيد النورسي متميزا في منهج تفسيره. نعم. وهو يصف في العصر، يعني عندما نرجع إلى كلماته، وهو يصف نفسه منهجه التفسير الشهودي، التفسير وهو يقصد القرآن. نعم. يقرأ الكون والكون يفسر القرآن. نعم. وهو يعني يوجه الأنظار إلى الكون، لذلك. نعم. وهو فسر معظم أوقات الآيات الكونية، وهو يعتبر بأن هذا المنهج منهج القرآن الكريم. مثلا وهو يعطي المثال كآية تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. نعم. وهو يثبت مثلا الحشر، ويوجه الأنظار إلى الكون، وبعد. نعم. ذلك نحن ننطلق يمكن الحشر، لأننا نرى في حياة الدنيا يعني الحشر المصغر. نعم نعم.
إذا الوجه الثاني الذي يعني يجعل تفسير سعيد النورسي فريدا بديعا، وهو يعني يعتبر بأن الإنسان ليس عبارة عن العقل فقط. نعم. الإنسان عقل روح وقلب، وأيضا وهو يعني يفيد يقول للإنسان لطائف، للإنسان خفي أخفى، وهو يخاطب في نفس الوقت عقله وروحه وقلبه. نعم. وعلى نعم. هذا الأساس يفسر الآيات. نعم. وأعتقد أن هذا المنهج يعني يجعل بديع الزمان السعيد النورسي بديعا في منهجه. نعم. دكتور إسحاق أوزجيل، أستاذ التفسير في جامعة سليمان ديمريل في إسبرتا، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني أستاذ إحسان، بديع الزمان النورسي كان متبحرا في اللغة العربية للدرجة التي جعلته يستنبط كل هذه المعاني الدقيقة والحساسة. هذا الذي مجرد واحد يقرأ صفحة واحدة من إشارات الإعجاز كافية. الذي دفعه لكتابة رسائل النور ربما هو إحساسه بأن الأتراك من حوله لا يتمكنون من خوض والوصول إلى كنوز القرآن الكريم. طبعا. هذا الدافع الرئيسي. نعم. هذا الدافع الرئيسي أنه لماذا هو قال إيقاظ الإيمان؟ لأن عرف أن الكفر استشرى. نعم. نعم. استشرى الكفر. وهو في الوقت ذاته لم يشأ أن يفسر القرآن كما قال الدكتور إسحاق نعم. أوزجيل تفسيرا نعم. نمطيا نعم. آية بآية. نعم. بل إنه اختار أن يختار آيات معينة نعم. وتفاعل نعم. معها. في أي آية هو نعم. عندما وطبعا حافظ هذا القرآن، لكن في أي آية والذي يستجيش هذا روحانيا كان يستكتب الطول هذا. نعم. حتى في نصف الليل مثلا وهو صار عنده هذه الحالة مع القرآن الكريم استفاض شيء رأسا يطلب أحد طلاب يأتون. وكأن المظاهر التي يعني فهمتها من كلامكم وأنتم يعني المعايشون للكثير من نعم. تفاصيل هذه كتابة هذه الرسائل، وكأنها حالات إلى حد ما قريبة من حالات الوحي، يعني لا نقول وحيا، لا نقول وحيا، ولكنها حالات من التجلي الإنساني العقلي والقلبي. نعم. هذا حتى هو نفسه ما يقول أنا يعني هذا ليس لي. لا ولا لي ولا هذا يقول قط أن ليس وحي. نعم. وليس إلهام، وإنما استخراجات فيض أفاض الله سبحانه وتعالى من القرآن إلى عقل عليل وروح مريض، وهو نفسه هذا نفسه. نعم. نعم. فأنا كنت في هذه الحالة، فالله سبحانه وتعالى همني بهذا القرآن. ولكنها فيضات خاصة جدا. نعم. لكن ليست فيضات صوفية لا يعني هي يحلق بالإنسان، لا، لكن يحرك اللطائف الموجودة في الإنسان. يعني هذه الفيوضات خصوصيتها متناسبة تماما مع خصوصية كم العلم الهائل نعم. الذي اجتمع في عقله وفي قلبه. لكن هذا الكم الهائل ما يعطي مباشرة للمقابل نعم. وإنما يعطيه بشكل جرعات، بحيث أن الشخص المقابل تدريجيا يتمكن أن يمص هذه الجرعات. هذا العالم، هذا الفلتة من فلتات الزمن، لم يعيش حياة طبيعية. لا. حياة لم يكن له زوجة وأولاد، فكيف كتب عن الزوجة وعن الأولاد وعن الأسرة؟ إن شاء الله تقرأي أنت شوفين أعظم شيء كتب، وهو كان يسمي النساء بطلات الرحمة والشفقة. الله. بطلة؟ بطلة في الرحمة والشفقة. الرحمة والشفقة. نعم. وبطلات الإخلاص. يقول أن الأم مخلصة أكثر من الأب، والأم ربما تفتي نفسها للطفل، لكن الأب صعب يعطي هذا. الأم تدعو من الله سبحانه وتعالى أن هو يتتمرض، لكن الطفل يشفى. أما الأب نادرا ما يفعلها. نعم. الأم ما تنتظر شيء من الأب من الولد، لكن الأب ينتظر. إذن هي بطلة الرحمة والشفقة. هي البطلة. الأستاذ إحسان، عندما كنت تترجم رسائل النور، ألم تأخذك الانفعالات أحيانا ويعني طورت المعنى أو جعلته أكثر وضوحا ربما من النص المكتوب؟ سيما ونحن نلحظ في الترجمة أنها ليست ترجمة يعني خالية من الروح، لا، ترجمتك
مليئة بال يعني لوهلة أنا فوجئت بأنها مترجمة ترجمة، لأن اختيار الكلمات كان اختيارا يعني إبداعيا حقيقة، وكان اختيارا خاصا. أولا قبل كل شيء أنا لست مترجم، هذا واحد. أنت ربما هذا ما جعلك تبدع. ما أعرف، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يخلق من بذرة التين شجرة ضخمة ذي التين، ما هو خلق طبعا. من بذرة التين شجرة ضخمة التين، وتعطي الشجرة التين بأطنان لسنين، ما هكذا؟ نعم. فكذلك أنا يعني الله أعلم، الله شاهد عجزي وفقري إلى الله سبحانه وتعالى، جعل أثناء ما أكتب كأن الكلمات تأتي. أنت أيضا شعرت بهذه الحالة؟ في الأوقات الاعتيادية الآن ربما أريد أكتب رسالة اعتيادية أعجز عن هذا، لكن هذه كان أكتب. وكان بعض الأحيان أتذكر جيدا عندما كنت أقرأ مثلا يتكلم بأسماء الله الحسنى، يتكلم باسم الحي الحي القيوم، يا الله هذا عندما يتكلم يعني كنت ما أتحمل، كنت تبكي وأنت تترجم. أجوب، أطلع للغرفة وأجوب هكذا طاقة غريب غريب، كلام جدا غريب. نعم. يعني ما احنا كل يوم نقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيه؟ لكن أين القيوم هنا؟ أين القيوم هنا؟ أين نعم. الحي هنا؟ الأسماء الله الحسنى أتمكن أقول أن الرسائل النور من بدايتها لنهايتها عبارة عن شرح الأسماء الله الحسنى، تجليات لأسماء الله الحسنى. نعم. الإنسان يعيش بأسماء الله الحسنى، احنا الآن نعرف الأسماء، نعرف نظريا. نعم. لكن هل عشنا باسم القدوس؟ هل عشنا باسم الرحيم؟ هل عشنا؟ لا، وإنما نعرفها نظريا. هذه دعوة لكل المشاهدين. نعم. دعوة أن تقرأ رسائل النور، وهي 9 مجلدات، تقرأ هذه الرسائل لنتوصل إلى هذا الكنز الذي بالفعل أودعه الله في هذا الرجل الذي بالفعل هو بديع الزمان. دعوة حقيقية لأن لا يحرم الإنسان نفسه وعائلته من الخير الكبير الموجود والمركوز في هذه الرسائل. أسألك أستاذ إحسان عن علاقة النورسيين أو النوريين أو التلاميذ وتلاميذهم للبديع الزمان سعيد النورسي، علاقتهم ببعضهم البعض، هل هم عبارة عن تنظيم وحركة؟ لا 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 أبدا. كيف يتعاملون مع بعض؟ الحركة، أول كلمة الحركة ما موجودة في الأدبيات الإسلامية، وإنما حركة جديدة هذه. نعم. وترجم من موفمنت. نعم. ما كذا ترجموها إلى حركة، يعني جماعة مجموعة من الناس يريدون أن يصلوا إلى هدف معين. نعم. فخطوات هذه، هذا حال يسمى حركة. طلبة النور أو إذا جاز التعبير جماعة النور أو الرسائل النوريين. نعم. أو سميها ما شئت، هؤلاء ما عندهم شيء يصلون إليه، كل ما عندهم العيش في أجواء الإيمانية الحية ونشر هذه الأجواء إلى الآخرين، أو بتعبير آخر تذوق الإيمان، الارتقاء بالنفس الإنساني وبالعقل. هذا الإيمان كل واحد من عنا يعرف. نعم. لا شك، وكل واحد من عنا يمكن يتكلم ساعات عن الإيمان ويأتي أحاديث آيات كذا، لكن طعم الإيمان شيء جذوة آخر. الإيمان شيء آخر هذا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هذا بها ذوق، ذوق شيء آخر غير العلم والفهم والدراسات. نعم نعم. بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله كان في الحقبة ذاتها التي كان فيها الإمام حسن البنا في مصر، ويوصف الرجلان بأنهما من المجددين أو يعني نعم. من المجددين في تلك الحقبة. نعم. وذكر بأن بين الرجلين علاقة أو يعني نوع من التناغم ونوع من التذوق، من يعني كل منهما يتذوق الآخر. كيف كانت طبيعة هذه العلاقة؟ أنا ما أعرف عن الأستاذ حسن البنا رحمه الله، ما أعرف عنه ذكر شيء عن طلاب النور. نعم. ما سمعت هذا، ولكن كان تراسل بينهما. لا، لأنه هو كان في السجن. نعم. يعني حسن البنا استشهد متى؟ في قبل 50.
نعم هكذا نعم 1949 48 واما الاستاذ المرسي في الخمسين خرج من السجن، يعني كيف يكون تواصل؟ لكن بعد الخمسين الاستاذ النورسي دعا احد طلابه وهو احمد رمضان اسمه. نعم احمد رمضان ما زال حيا في هذا عربي؟ لا تركي ويعيش في المدينه المنوره الان. نعم انا التقيت معه وكان العراق بالعراق بقى مده طويله، فكان عندنا علاقات معه، طيب رجل طيب. ويقول في يوم من الايام استاذ دعاني قال خذ هذه الرساله الى اخوان المسلمين في مصر. رجع الزمن النورسي ارسل رساله الى الاخوان المسلمين في مصر. نعم ورقتين وباللغه العربيه. نعم قلت طي الورقه هكذا وضعها في ظرف وغلق الظرف. تفضل، لا عنوان ولا اسم ولا اي شيء. فيقول انا طاعه الاخذت وسافرت، ولكنه لم يفهم كيف. ما مودر. انا سالته ظرف ابيض سالته هل قرات؟ قال لا. يقول قال انه اتيت الى سوريا، طبعا بعد طويل انا كتبت هذا بالعربيه. نعم. ايضا. وثم عندما رحت الى القاهره كان يمكن 52 او اقل كذا من هذا. نعم. فيقول امشي في الشارع اين اذهب؟ عربيه لا اعرف، اشخاص ما اعرف. استاذ قال لابد انا اخذ الى الاخوان، لكن اين هم؟ يقول امشي بالشارع في رصيف واذا من الرصيف الاخر واحد يدعوني احمد رمضان احمد رمضان، واذا هو سعيد رمضان الذي هو صغر حسن المنا. يا الله كيف هذا؟ نعم نعم. قلت التقلت واعطيت له الرساله وهو اعطاني رسائل الصغيره لحسن المنا. نعم. انا معي على الهاتف الاستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، استاذ الفلسفه الاسلاميه ووكيل كليه التربيه بالسويس للدراسات العليا والبحث العلمي. اهلا وسهلا بكم دكتور. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. دكتور جمال، نريد ان نسالك عن العلاقه بين الاخوان المسلمين في مصر وبين تلاميذ بديع الزمان سعيد النورسي في تركيا. هل ثمه علاقه بين المنهجين، منهج الامام البنا رحمه الله ومنهج نعم. بديع الزمان النورسي، وهل ثمه علاقه بين التلاميذ ايضا؟ نعم نعم. والله سؤال حضرتك ده سؤال مهم جدا. أولا هناك علاقة في التشابه في الأفكار وفي المنطلقات الفكرية عند كل منهما، لأن منطلقات الإمام حسن البنا هي منطلقات إصلاحية إيمانية، ومنطلقات الإمام سعيد الدين النورسي هي نفس المنطلقات الإصلاحية الإيمانية. قد يكون هناك اختلاف في تفصيلات المنهج ما بين منهج رسائل النور وما بين رسائل الإمام حسن البنا. الإمام الحسن البنا كان تنظيم حركي أكثر منه في جماعة النور، لكن اتفق على الهدف والغاية الواحدة، والاثنان ولد في مرحلة تاريخية صعبة شائكة، وكان في مرحلة صعبة هو سقوط الخلافة الإسلامية عام 1924. وكما تفضل العالم الجليل الأستاذ إحسان قاسم الصالحي أن كانت هناك مراسلات بينهما، وأن الإمام سعيد النورسي حزن حزنا كبيرا عندما علم بوفاة الإمام الشهيد حسن البنا. فأنا أعتقد أن نقول أنه في تشابه في المنهج في المنطلقات، في تشابه في الغايات. وسؤال حضرتك ده يعني أختنا الفاضلة بيحتاج لرسالة ماجستير أو دكتوراه لأوجه التشابه والنظائر. نعم. بين كلا المنهجين، وفعلا كان في مؤثرات، وأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنا أعلم أنها تعتز أيام اعتزاز بجماعة النور، والعكس أيضا صحيح أن نعم. جماعة النور في تركيا تعتز ايام اعتزاز بجماعه الاخوان المسلمين في مصر. نعم. فكل منهما له غايه واحده وهو المنهج الاصلاحي التربوي اللي بيبدا من اصلاح النفس والفرد. الامام الشهيد كما نعلم في رسائله، رسائل الامام الشهيد بتركز على بناء الفرد المسلم، وكانت كل رسائل النور بتركز على نعم. اصلاح النفس الانسانيه. نعم. وتعويد المسلم على الاخلاص وتعويده على التجرد، وده الكلام اللي احنا قلناه في الندوه الدوليه في الجامعات الأردنية في الأردن الشقيق العظيم. نعم. أستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، أستاذ الفلسفة الإسلامية ووكيل كلية التربية بالسويس للدراسات العليا والبحث العلمي، أعلم بأن هذا السؤال يحتاج إلى رسائل ماجستير ودكتوراه للإجابة عليه، ولكنك أبدعت في اختصار واختزال المعلومة، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ إحسان، في نهاية هذا التطواف السريع، أنا أعلم بالنسبة لما تحملون من علم ومن أحاسيس تجاه هذا المصلح المجدد،
هل من كلمة أخيرة تقولها في هذا الحيز؟ والله إذا أريد أقول الكلمة أقول لنفسي أنه لازم أقرأ رسائل النور بكثرة ليصلح نفسي ليصلح غيري، وأنا وجدت هذا يعني في رسائل النور حقيقة بركة. هل تشعر بأنك تريد أن تكرر قراءتها؟ يوميا لازم أقرأ، كيف؟ إذا لم أقرأ يعني ما أخذت الغذاء. الموضع الواحد تقرأه أكثر من مرة؟ كثير، هذا كثير ما أكثر. هو الأستاذ النورسي يقول أنا قرأت رسالة الحاشر 500 مرة. إيش السبب أختي؟ نعم، نحن مع القرآن في بعد، خلاصة هذا. نعم، خلاصة. نتصور نعرف نفهم القرآن، لا، نخطئ أنفسنا. نتصور هذا يمكن نفهم عقلا لكن لا ننفعل مع الآية. فلهذا من أين أتى؟ أولا من المدرسة، من الشارع، من التلفزيون، من غيره، صار هناك حجب أمامنا أمام القرآن. فنور القرآن لا يسري في قلوبنا، عندما نقرأ القرآن لا يسري في قلوبنا لأنه موجود حجب كثيرة وركام كما يقول السيد قطب، ركام من هذا. فلهذا يحتاج تنظيف دائم. الأستاذ النورسي يقول إذا أردت أن ترى جمال القرآن نظف مرآة قلبك. الله، العلة في المستقبل اللي تعين عندنا القرآن نفسه. لكن أنا ربما اغتبت أحد، ربما نظرت نظرة فتحرم أحرم. نعم، يحرم الحجاب، هذا صار حجاب. نعم، ربما أحمل سوء ظن لأحد، ربما فهذه كلها حجب. أما أجي أقرأ خلصت، أين هذا؟ أين تفاعل مع روح القرآن وحياة القرآن؟ الأستاذ النورسي يصف القرآن بصف عجيب، يقول القرآن نزل من العرش الأعظم، من الاسم الأعظم، من أعظم اسم من الأسماء الحسنى. هذا كلام غريب، يعني القرآن يحيط بالكون كله. هذا عندما واحد يقرأ ويستشعر هذا ما يبقى أمام الآية يقرأ، ما ممكن يقرأ هكذا كلام. من أجل ذلك يعني يقترب الإنسان إذا بالفعل أفلح في أن يتواصل مع الآية، يقترب من حال الصحابة الذين كانوا ربما يبكون ويمرضون لقراءة آية، وعند ذلك يفهم كثير من الأمور ويفهم ويرتقي. ولهذا الذي يقرأ رسائل النور ما ممكن يترك رسائل النور، يعني علاجه في هذا، دائما يحاول. وكأن بديع الزمان النورسي شكل حالة إنسانية وسطا ما بين رقي القرآن الكريم وإعجازه وما بين ما وصلنا إليه من أحيانا ضحالة في العلم، أحيانا وأحيانا حجب كثيرة ابتلينا بها أو بلينا أنفسنا بها. فجاء هذا الرجل الفذ وصنع لنا يعني جسورا. كيف نتعامل؟ كيف نعيش مع القرآن؟ كيف ننزل القرآن منزلة بحيث نعيش مع القرآن؟ هو هذا خلاصة الكلام. نعم، وهو يفيد العربي كما يفيد التركي، وهو ليس أنا كنت في الهند. نعم، إذا باقي عندنا وقت أتكلم يعني دقيقتين. نعم، كنت في الهند. نعم، وفي مؤتمر في دلهي، فقمت بكلمة افتتاحية قلت أن الآن إذا أنا عندي صداع وماذا أعمل؟ أذهب إلى الطبيب يكتب لي أسبرين. فالأسبرين الله كتب بها خاصية أنه يعالج الصداع. نعم، هذا واضح. لكن هل يمكن للأسبرين أن يقول لا أنا ألماني وأنت تركي؟ ممكن؟ لا. هل يمكن يقول لا أنا مسيحي وأنت مسلم؟ لا. هل يمكن يقول أنا أبيض وأنت أسود؟ إطلاقا. لا. لماذا؟ أسبرين علاج للإنسان. فإخواني رسائل النور علاج للإنسان، وليس للتركي وليس للعربي وليس للمسلم، للإنسان. أنت لم تقابل بديع الزمان النورسي؟ لا، أنا ما قابلت. هنيئا لبديع الزمان سعيد النورسي أن له من التلاميذ والمريدين والمحبين والمتحمسين لما كتب ولما أنتج. هذا الحماس وهذا الحب، وهذا لا يكون إلا لأن في الرجل بركة وفي الرجل شيء رباني جعل كل هذا الكم من الناس وينفعلون مع نتاجه. وهنيئا لكم أستاذ إحسان. وهنيئا لك أيضا، لأن يعني أنت
وعدتي أنه راح تقرأين إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم وأنا ملتزمة بإذن الله تعالى. أستاذ إحسان قاسم الصالحي، هنيئا فعلا لك أن كنت مترجم هذه الرسائل، ولك أجر بإذن الله تعالى كل من يقرأها من العربي وباللغة العربية. وهنيئا للدكتور مأمون جرار الذي سجلها بصوته، وكل من يستمع لهذه الرسائل بإذن الله تعالى بصوته أيضا يكون له أجره بإذن الله تعالى. شكرا. وهنيئا لكم أيها الكرام أنكم ستقرؤون هذه الرسائل، رسائل النور، لا تفوتوها ولا تفوتوها على أبنائكم وأسركم وعائلاتكم. أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. نشكر الله سبحانه وتعالى جمعنا على هذا. نعم الحمد لله على هذا. شكرا جزيلا. الله يبارك. نعم. وأما أنتم أيها الكرام فأشكركم على حسن المتابعة، وإلى حلقة مقبلة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، في أمان الله.